الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كثر في المجتمع الانفتان بالمردان، نتمنى منكم توجيها وبيان حكم ذلك. الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي للشاب أن يجالس المردان الحسان ويخلو بهم، فإن المردان كما تقرر عند العلماء أشد فتنة على الإنسان من النساء، إلا إذا كان الأمرد مع جماعة الصبيان يعلمهم جميعا ولا يخصه بصحبة ولا بنظر ولا بخلوة، لأن إغراء الشيطان بالوقوع في الفاحشة بهم أشد وأعظم وأنكى من إغرائه بالنساء لفظاعة الذنب بمواقعتهم أو باللواط بهم. ولذلك اشتدت عقوبة قوم لوط لغلظ هذا الذنب، بل لا يكاد القرآن يذكر في قصة لوط عقوبة إلا أنهم يأتون الذكران من العالمين. قال الله عز وجل عن لوط أنه قال لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال الله عز وجل: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فهذا إسراف واعتداء وانتكاس فطري، فإن الله خلق الرجل وجعل في فطرته ميلا للمرأة، وخلق المرأة وجعل في فطرتها ميلا للرجل، وجعل للاتصال بينهما لإشباع هذه الفطرة النكاح الشرعي، ولكن لم يجعل الله عز وجل في الرجل ميلا للرجل لمواقعة الرجل، ولا في فطرة المرأة ميلا لمواقعة المرأة. فمواقعة المرأة للمرأة بالسحاء بالمساحقة ومواقعة الرجل للرجل باللواط هذا انتكاس فطري. ولذلك كانت عقوبة قوم لوط هو التنكيس على رؤوسهم، اقتلعت قراهم ثم نكست على رؤوسهم ثم أتبعوا بالحجارة. وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب قتل اللوطية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولكن اختلف الصحابة في طريقة قتلهما، فمنهم من قال يحرقان، ومنهم من قال يلقون من أعلى شاهق في البلد، ومنهم من قال ينخسون بالسيف، يعني يقتلون بالسيف، ومنهم من قال غير ذلك. فإذا هم متفقون على وجوب قتلهم، ولكنهم اختلفوا في طريقة قتلهم. فهذه مصيبة كبرى أن يميل الرجل إلى الرجل وأن يتلذذ به وأن يستكفي به عن النساء. ولذلك عقوبة قوم لوط عليه الصلاة والسلام من أشد العقوبات، وقد وعظهم وزجرهم نبي الله لوط عن أن يأتوا الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. فكانوا يأتون الذكران ويدعون ما خلق الله لهم من الإناث، مع أنه أطهر لهم من أن يأتي الذكر في محل الغائط أكرمكم الله. فجحدوا وعاندوا وكفروا، فبالحجارة بعد رفع قريتهم رجموا. فهذه من أغلظ العقوبات. ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيما معناه: إن صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم، يعني أنه يذهب به ويسافر به ويخلو به في بيته ويحب أن يراه وحيدا وأن يركب في السيارة جميعا كما يفعله من يفعله ممن قل دينه وضعف وازع إيمانه. هذا أمر محرم بإجماع العلماء، لا يجوز صحبة المردان والاختصاص بأحدهم كما يفعلونه مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك. فهذا من أفحش المنكرات بإجماع العلماء، بل إنه محرم في دين اليهود وفي دين النصارى، ولا نعلم شريعة من الشرائع أحلت ذلك مطلقا. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر الأمم بعد قوم لوط تحريم الفاحشة اللوطية، ولهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين. وقد عذب الله عز وجل المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحدا من الأمم،
حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم، فجعل عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة من السماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد بيّن أبو العباس في مواضع أخرى أن الغلام الأمرد الحسن يعامل معاملة المرأة، فلا ينبغي مخالطته لمن يخاف من مخالطته الفتنة والفاحشة، ولا يحل أن يخرج في الليل لوحده إذا كان يخشى من خروجه الفتنة به أو عليه، وكذلك لا يحل الخلوة به، ولا يحل أن ينظر الإنسان إليه نظر تلذذ وشهوة واستمتاع، كل ذلك من الأمور المحرمة، بل هي أشد تحريما من النظر إلى النساء. فإن المرأة تقبل بالشيطان وتدبر بالشيطان، ولكن الأمرد يعني كما قيل يقبل بعشرة شياطين ويدبر بعشرة شياطين، مع أن الأمر وإن كان غيبيا لكن لعدم وجود داعي الفطرة فلا بد من زيادة الكيد الشيطاني حتى تقبل الفطرة ذلك الأمر المنكوس. فوصيتي لإخواني أن لا يصاحبوا المردان الحسان، وألا يخلوا بهم، وألا يجعلونهم أخدانا وأصحابا وخلانا يستأنسون بهم. وأوصي كذلك المردان ألا يختلطوا بمن في اختلاطهم به فتنة عليهم، والله أعلم.